الحقيقه الدور اللي كان من اجله قامت خلقت برنامج جميل جدا جدا للمتواجدين في المناطق وللناس الوافدين اخواننا الوافدين من برا من الخرطوم لظروف الحرب، وازالت كل الرواسب النفسيه السيئه جدا جدا من خلال الحرب، والناس نسيت مشاكل الحرب وغيره وغيره. فكان ده الدور الايجابي جدا جدا للدوره دي. دورة تواصل الأجيال إذا عملت لإحياء ذكرى ناس خدموا البلد من أساتذة من لجان من إدارة نادي، فهم قدموا ما فيه الكفاية للمنطقة، كان في اللجان الشعبية، كان في الخدمات، كان في التعليم، كان في الصحة، كان في كل الخدمات العامة. والله صراحة الأثر النفسي من الدورة كان أثر إيجابي جدا. الشيء المبسوط منه شديد إنه يعني الدورة دي جعلت ترابط قوي جدا للناس اللي كانوا في الخرطوم والناس اللي كانوا في البلد. يعني الناس اللي جوا من الخرطوم جوا هنا ما عندهم فراغ كبير جدا انه يملوه بشنو ما كانوا عارفين. فالحمد لله وشكرا انه ربنا جاب الدورة دي انها ربطت كل الناس وعرفتهم ببعض وخلتهم خلقت لهم برنامج وخلتهم قويين ومتعاضدين ومتكاتفين في كل شيء. يعني يا محمد قاعد تغسل انت فيك فريدك دي سامح جدا. جينا هنا هي اصلا بلدنا وكنا فيها من زمان وتربينا فيها، لكن نزل بفارقة يعني للدراسة او كده فكل زمان ما جيت. فجينا لقينا انه الناس نفس الترحاب اللي كان زمان حتى في فترة الحرب مع الضغوطات دي كلها برضو ما يعني شنو نفوسهم ما تغيرت، نفس الناس نفس البشاشة، بالرغم يعني انه مضغوطين لسه بيحاولوا عاملين دوريات بتاعت كورة أنشطة ثقافية. إن الدورة هسه كان انتهت أمس دورة تواصل الأجيال في مستاوي اللي هي ما كان تواصل الأجيال اللي هو الناس اللي كانوا زمان جدودنا كلمنا عنهم ورونا هم كانوا يعملوا شنو حياة المسلاة في مستاوي العملاء واستهمت في نهضة مستاوي، وكان بالنسبة لنا نحن ترابط بأجدادنا ونعرفهم وهم كانوا يعملوا شنو. بالنسبة لنا نحن كحياة ثقافية كانت تخفف عليك الضغوطات حق الحرب وتحسن من نفسيات الزول، تخليك انت شنو يعني رغم الضغوطات رغم المساوئ اللي كانت حاصله في الخرطوم انت تكون لسه نفسيتك كويسه، تقرب على الناس، تلعب مع ناس تلقاهم من اهلك، تقرب عليهم، تلعب معاهم كوره. وخطت الناس امام تحدي كبير جدا جدا، يعني الناس ثاني ما حترضى بتنظيم او بشكل اقل من الشكل الحالي اللي تنظم الدورة ده. يعني نحن بنقول للجنه المنظمه الله يشد حيلك، يعني التحدي حيكون كبير جدا جدا، والناس اتعودت على مستوى عالي من شكل الكوره ومن شكل التنظيم من الشكل الجيد جدا، وما حيرضوا باي شكل ثاني غير الشكل ده. يعني ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وربنا يقدرنا ويقدرهم على خدمة البلد وعلى لم الناس، وأيضا خلقت نشاط تجاري جدا جدا للناس، ونشكر كل الغايمين على أمر الدورة. يعني كل الحاجات كانت في محلها. حاسيني يا غير حاسيني